فالراجل السوداني ده يعني كالسودانيين يعني اللي من الجنوب يعرفوا السحر بتاعه، سحر في العماره واصبحت العماره يقولوا فيها عفاريت وملبوسه واللي واللي. اعرف ان في ناس اتقتلوا فيها زمان ومن ساعتها وهي فيها بيقولوا مسكونه بالجن والاشباح والعفاريت والكلام ده يعني، بس في ناس كتير بتحاول تكذب وما تصدقش، كل ما يروحوا هناك بيلاقوا حاجات غريبه وبيطلعوا. حضرتك من وجهه نظرك يعني هي الكلام ده مظبوط؟ بص هقول لسيادتك حاجه، السلام عليكم. من الأماكن المرعبة اللي ممكن تسمع عنها عمارة رشدي، ودي عمارة ضخمة لونها كئيب وأحداث غريبة جدا حصلت فيها. في ناس بتقول إن في واحد رمى نفسه من الدور الأخير لسبب مش معروف، وفي اللي بيقول عريس شاف دم بينزل من على الحيط وغيرهم، ومن كتر الأحداث دي اضطروا إنهم يقفلوا بالعمارة بالخشب والحجارة. لكن إيه سبب اللعنة اللي حصلت دي؟ في ناس بتقول إنهم لما كانوا شغالين في أساس العمارة في مصحف وقع من عامل فتردم عليه، وناس بتقول إن مكان الأرض دي كان فيه مسجد فتهد المسجد واتبنت العمارة، وناس بتقول إن العمارة اتبنت فوق مقبرة واللي ماتوا في المقبرة محدش عارف سبب موتهم، فالعفاريت بتوعهم بيرعبوا أي حد يسكن في العمارة. العمارة دي بناها واحد يوناني سنة 1961 وعاش فيها هو وعيلته، وبعد كام يوم راح هو وولاده لرحلة صيد بالمركب، لكن للأسف المركب غرقت بيه، بعدها مراته باعت العمارة وسافرت بلدهم. صاحب العمارة الجديد قرر يأجر الشقة اللي فيها، لكن حصلت المفاجآت المرعبة لأي حد يسكن العمارة. اللي تأجر الدور الأول شقته اتحرقت هو وجواها، ودكتور حب يفتح عيادة في الدور الثاني لكن يومين وعمل حادثة. الدور الثالث اتأجرته ست كبيرة في السن، لكن بعد كام يوم لقوها مقتولة في شقتها ومحدش عرف القاتل. الدور الرابع اتأجرته شركة وفلست الشركة دي بعد كام يوم وصاحبها انتحر. سنين كتير عدت وعريس حب يتأجر شقة في العمارة دي، وفي الليلة الأولى العريس شاف دم بينزل من على الحيط، قال ممكن ده يكون بسبب الدهان أو حاجة فطنش، لكن أول ما راح الحمام فتح الحنفية لقى الحنفية بتنزل دم. طبعا جري من أول ما شاف الدم بينزل من الحنفية، وهو بيجري شاف قطة سودا كبيرة قدامه ومعرفش القطة دي أصلا جت منين. ساب القطة وراح يقول لمراته علشان يمشوا من الشقة دي، وهم ماشيين شافوا ست كبيرة عجوزة وراسها مرمية في الأرض وبتضحك ضحكة مرعبة. فضلوا يجروا لغاية ما وصلوا لمكان باب الشقة، بس ما لقوش الباب، لقوا راجل كبير واقف مكان الباب شكله اسود ومخيف جدا وليه زي الانياب خارجه من بقه وبيبص لهم كده كانه مستنيهم علشان ياكلهم. اول ما شافوا منظر الراجل ده راح اغمى عليهم. تاني يوم الناس لقيتهم مرميين في الشارع، ولما فاقوا ما كانوش عارفين ايه اللي جابهم في الشارع كده، وكان اي حد يسكن في العماره دي تاني يوم بيلاقوه مرمي في الشارع بالعفش بتاعه. وفي بعض الاوقات العماره كانت بتتهز والابواب والشبابيك بتتقفل لوحدها حتى لو ما كانش في هواء. جابوا مشايخ كتير علشان يشوفوا حل في العمارة دي. شيخ منهم لما دخل العمارة ما لقاش السلم، طبعا هيفكر انه يدخل شقق الدور الارضي لكن ما لقاش ابواب الشقق. الشيخ تاني ضحك عليهم وقال لهم انا هثبت لكم ان العمارة دي ما فيهاش حاجة وهقعد فيها لوحدي. المهم عدى اليوم الاول عادي، واليوم التاني والتالت والرابع ومفيش حاجة، لغاية ما الناس قربت تصدق ان العمارة دي ما فيهاش اي حاجة واللي كانوا بيقولوا ده اي كلام. لكن في اليوم السابع لقوا الشيخ مرمي في الشارع هو والعفش بتاعه، ولقوه في حالة صدمة، حاولوا يعرفوا منه اي حاجة لكن من كتر الرعب معرفش يتكلم ومات من الصدمة اللي مش معروف سببها بالظبط، واتقفلت العمارة بالخشب والحجارة فترات طويلة. عدت سنين كتير ومحدش دخل العمارة، لكن في سنة 2012 مجموعة من الشباب اتفقوا مع بعض علشان يدخلوا العمارة، وفعلا اتجمعوا ودخلوا العمارة وشاوروا للناس من فوق اللي هو ما فيش اي حاجة في العمارة مرعبة. اول ما نزلوا قالوا للناس حكاية العريس اللي كنا بنسمعها دي اصلا ما حصلتش، لانهم قالوا ان العمارة من جوه مش مكتملة البناء، لكن في سر مجهول لغاية دلوقتي ما حدش عارفه، لان ازاي عمارة زي كده بالملايين ومتسابة الفترة دي كلها ومحدش ساكن فيها، ومين قفل العمارة بالخشب
بالحجارة كده وقفلها ليه أصلا؟ أكيد في حاجة حصلت مش مفهومة ومحدش عارفها. بعد سنين العمارة اتهدت واتبنت من جديد، لكن مع الشكل ده ناس كتير خايفة تسكن في العمارة من كل سمعته. بس وبكده يكون الفيديو انتهى. أتمنى الفيديو يعجبكم، ولو كنت بتشوفوا الفيديو من اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك للقناة، ولو كنت بتشوفوا من الفيسبوك اعمل شير، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتقولوا رأيكم في الكومنت لأن ده فعلا بيساعد. واستنوني في فيديوهات جديدة. سلام.